بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحديث تحت العنوان Adding Mouse Cursor، واحدة من ضمن النقاط الجميلة خالص في البرنامج ديت إن هو ممكن يضيف، إحنا عملنا السوفت وير سيميوليشنز، يعني إيه؟ أنت ممكن تضيف حركة ماوس بطريقتين، واحدة من ضمنهم كان إن أنت تدرج ريكورد سكرين أو سكرين ريكورد وتبتدي تشتغل ستيب باي ستيب لو الناس كانت واخدة بالها من النقطة ديت، تبتدي تسجل الشاشة بتاعك، أو إن أنت ممكن تضيف ماوس. إيه القصة بتاعت ماوس؟ بلاش ما خلينا نشوف بريفيو للسلايد ديت ونشوف يعني إيه حركة ماوس. ديت الفكرة بتاعت حركة الماوس يا جماعة، انه انت بتعمل الكيورسور بيبتدي يظهر معاك يمشي ويضغط، ووقت ما بتضغط كليك بيدي لك صوت وبيدي لك زي نبضة كده بان هو ضغط، و بعد ما انت ممكن تبرمجه زي ما انت عايز. انا كل الفكرة ما عملتش اي حاجة، بس جاست الفكرة كلها في اني كنت عامل فوكس او ركزت شوية على التايم لاين. ادرجت حركة الماوس ازاي يا جماعة؟ بمنتهى البساطة، خلونا نعمل ديليت، ولو رحت انا على قائمه انسيرت وقلت له ماوس، اختار الشكل ماوس، ادي شكل ماوس، هو اوتوماتيكالي بيبتدي يدرج لك الكيورسور بتاعك. لو عملت سيلكشن بتلاقيه هو رسم لك مسار كده في الفورمات بتاعه، انت عايزه نان ولا عايزه سنجل كليك واحده ولا دبل كليك. خليني مثلا على سنجل، ده الافتراضي. ممكن اغير الكيورسور ومعايا ثلاث اوبشنز. اول حاجه ستريت بوينت باث، بيخلي لي المسار بتاعه من مسار حركته، يعني اسف كنترول زد، مسار حركته هو ستريت، يعني يكون مظبوط ما بيبتديش ياخد كيرفات او كده، فاهمني؟ يبقى ستريت، او ده لو كان انت ستريت. لو مش ستريت بقى بتلاقيه ممكن ياخد معاك كيرف ويمشي وكده، يعني فاهمني؟ لو انت ابتديت تمده كده هتلاقيه يمشي معاك زي ما انت عايز اهو، تمام؟ دايت رايت لو انت ما كنتش منشط القصه بتاعت الستريت دي. النقطه ريديوس سبيد بيفور كليك، يعني اول ما اجي اقرب من الكليك خليك بسرعه بطيئه شويه كده. الناحيه اللي تشوف كليك افكتس، اللي هو لو الدايره الحمراء بتظهر لو عمل سنجل، والدايره مش عارف لو عمل دبل كليكات وكده. طيب لو انت عايزني ادخل لك من فين المشهد؟ من على اليمين؟ من فوق؟ طب من انه حته بالظبط؟ لو انت كنت عايز خليني مثلا من فوق يمين، ربنا يجعلنا من اهل اليمين، هتلاقي دخلته كده من فوق على الناحيه اليمين، وخليني اعمل الستريت واحط اخره ونفرض مثلا في المساحه دي، تمام؟ بس كده انا بكون ادرجته. الفكره كلها ان انا حطه مثلا في اول، خليني في اول ثانيه، او اسف كنترول انا ارجعه الباقي، والمشكله ان هو ما ينفعش يكون انتل اند، هو لونلي بس مثلا لغايه اول ثانيه، او خلينا لغايه ثانيتين مثلا، هو بيتحرك لغايه ثانيتين، بعدين بتبتدي تظهر الصوره، بعدين يظهر النص والبوتون كان موجود معايا من اول مشهد، المفروض يكون اول حاجه خالص من فوق البوتون ده اتجاب للكيورسور اساسا، والكيورسور نزل تحت منه يعني. بس ده المشهد. فانا عملت بريفيو للسلايد، فلاقي ان الحركه بتبتدي تتحرك على حسب ما انا ظبطتها في التايم لاين معايا على اليمين، يضغط عليها. طبعا هي جت في الخلفيه فهي مش راح تظبط معايا، فديت النقطه بتاعت ان هو المفروض الكيورسر يكون من فوق يا جماعه، فانت نطلعه لفوق ونعمله بريفيو للسلايد ديت مره تاني عشان يكون اول حاجه في الاماميه. الفكره برضو بتاعت سوفت وير سيميوليشنز بيحاول يحاكي حاجه معينه كده، انا حاولت نستخدمها بجانب، يعني انت ممكن تستخدمها زي ما يرجع لك الامر، بس لسوء الحظ انت ما بتقدرش تدرج في السلايد لوحدها غير كيورسر مره واحده بس، زي الكلام اللي انت ممكن تكون بتشوفه في الاعلانات وفي المواقع اللي بيصمم لك الحركه ديت. انت ممكن تستخدمها بشكل او باخر على حسب ما الامر يرجع لك، ممكن تركبها مع وجود التايم لاينز، مع انت ممكن تبرمجها بحاجات معينه. انا بصراحه يا جماعه ما كنتش عايز نطول في المهاره ديت، بس هي يكفي انها تكون موجوده. احلام مستغنمي واحده منهم من الكتاب الجزائريين الجمال خالص. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.